السلام عليكم اخواتي، رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم اخواتي راح يكون فيديو شرح على باك جرافيك. مع هذا الباك جرافيك كي ديرو يزيد لك اف بي اس، من الاخر يزيد لك 30 اف بي اس، ما نبغيش انا حسبو انت وحسب البي سي تاعك، فهمت كيفاه؟ اذا عاد عندك بي سي حط باك، اذا حط باك حط باك حط باك وراك تعاني من الاف بي اس، ديرو قادر يزيد لك 10 اف بي اس، قادر يزيد لك 20، قادر يزيد لك 30. واذا عاد عندك بي سي قوي بزاف حاب ديرو يزيدلك اف بي اس، كابابل تكون تلعب 100 ولا تلعب 200 250 هادي اذا عاد عندك بي سي قوي. واذا عاد عندك بي سي ضعيف يزيدلك 30 اف بي اس، يزيدلك 30 اف بي اس مش حاجه تما بصح تزيدلك. جماعه الباك جرافيك اول حاجه تلقوها في الديسكورد، تلقوها في رابط الديسكورد. ها هو الباك جرافيك جماعه، هذا هو الباك جرافيك. شو يقلب لك سماش، كي يقلب لك تلقاو رابط هذا الباك، تلقاوه في الديسكورد. تلقاو رابط ديسكورد جماعه تلقاوه في اول تعليق ولا في الوصف، رابط ديسكورد تلقاوه في اول تعليق ولا في الوصف. تدخل الديسكورد، يدخلك للسيرفر تاعي. ها جماعه السيرفر تاعي، ني ساعه نريح لهنا نلعبوا ار بي منا 1 في 1 حباسي. تلقاو رابط ديسكورد. بعد ما تدخل تروح سيتيزن بوست اف بي اس، تدخل عليها تلقى هذه التصويره، تلقى هذه كريتر سيتيزن كريتر واحد، تلظى عليها، دخلك الميديا فاير، دير هكذا تنصط عليها. انا اللي ما نصط عليها، تلظى سيف تنصط عليها. اوكي بعد ما تنصط عليها واش نديرو؟ بعد ما تنصط عليها ندخلوا ليها، نحطوها في سطح المكتب كيما هاك. بعدها نديرو كليك دروات هذه اكستراكت هير شويه بس جماعه ما ديروش عليا جماعه والله غادي يزيد لكم الاف بي اس، غير ديروه ومليح تما ما يطيح لكمش الكاليتي هذيك العفسه بصح مليح، سورتو اللي عندهم جماعه بي سي ضعاف. يخرج لكم حاجه اسمها سيتيزن، هذه تخرج لكم سيتيزن. بعدها تا شني تروح دير؟ تروح لل 5 ام تك حطها في سطح المكتب، تروح دير لها كليك دروات، تلوض على ثاني وحده ليسونسيال، تدخل الملفات تاع 5 ام هي تلقاها في سطح المكتب، تلوض على كليك دروات، تدخل ثاني وحده. انا عندي مشكل مش قادر نحطها سكريتشي لي جماعة. بعد ما تخرج لكم هذه الصفحة، بعد ما تخرج لكم هذه الصفحة تدخلوا هذه 5M APP Data، تلوضوا عليها زوج مرات. بعدها تهزوا هذه سيتيزن، تهزوها هك تحطوها له، ديروا والو، تهزوها حطوها برك ودير يس خلاص. دوكا تحب تحفظهم، تحب تخليهم عندك، تحتاجهم مرة أخرى دبر راسك. أنا ما نحتاجهمش تما، عندي إني حاط الرابط وقت ما نحتاجهم ناصط عليهم. بعد ما تحط هذا تدخل 5M، تدخل 5M هادي جماعة. وإذا حابين ندير لكم فيديوهات على المود تاع الطريق، المود اللي ينحي الضباب، المود اللي ينحي الشجر، المود اللي ينحي البطوة تاع تيلي سيتي، تما لي مود هذا وكل اذا حابين ندير لكم عليهم ما كاش مشكل. المود اللي ينحي لك البيبان تاع جي تي، تما زعما تكون في بيجوتري ولا تكون تسرق في بيجوتري ولا في بقاله ما كانش باب تقدر تيري على البوليسي ورا الباب، البوليسي تبان له كليك تلت ورا الباب. ويزيدوا لكم الاف بي اس يا جماعه، كاين بزاف اي مود يا جماعه. اذا حابين ندير لكم عليهم فيديوهات، تما اذا حابين ندير لكم على لي مود هذو فيديوهات باش ندخلوا السيرفر نعطيكم. اذا حابين ندير لكم لي مود هذو فيديوهات جماعه اكتبوا لنا في لي كومونتير، اكتبوا اي حاجه زعما نفعتكم في راسكم، مود تاع الطريق، مود تاع كي تضرب واحد تضربو في راسه تخرج افيكت تاع ما نبغيش تاع ور تاع حاجه سونسيال. اللي عندي عندكم اي استفسار على 5M اكتبوه في الوصف. ثاني تحبوا جرافيك كيفاش نقول لكم، مود جرافيك تاع البيسيات القويين تبا يزيد لك في الكاليتي مش ينقص لك، ثاني اكتبوا في لي كومونتير جماعة. وما تنساوش جماعة لايك والاشتراك جماعة، ما عم بالك بلي 80% وقيل ولا 70% مش مشتركين جماعة، وكل اشتراك وكل اشتراك جماعة. بعد ما تدخل السيرفر كيما هذا السيرفر، شوفوا جماعة معمر والناس يتيري ومنا بيس عندي ومريقل. شوفوا 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 الناس يتيري، تعرفوا بزاف صوتي. شوفوا السيرفر معمر بالناس، ناس يتفايتي ناس يتيري بالارت من 69 منا من هي. تو واش دير؟ اصبر نروحو بلاصة بعيدة. بعد ما يخرج لك هكذا، بعد ما تدخل اي سيرفر دير تي
FPS دير كيما هاك، دير تي سلاش FPS كيما هاك، دير اوكي. بعد ما دير اوكي شوفوا كيفاش تولي يجمع الكاليتي، شوف يجمع كيفاش تولي الكاليتي والامورات. واذا حابين ندير لكم المود تاع الطريق هذا، شتو هذه الطريق شوفوا كيفاش تولي، شوف تولي كيما هاك. اذا حابين ديرو اكتبوا لنا في لي كومونتير. اذا حابين ندير كاين بزاف، عندي بزاف FPS يا جماعه، مش حاب نهبطها مو كل فيديو باش ما يروحش المحتوى، بالكم كون يروح المحتوى بالكم نديرو. اصبروا شوفوا البقالة. اوكي هذه البلاصة نشتي نصور فيها يا جماعة. انا هاي يا جماعة شوفوا المود جرافيك كيف يا جماعة، هاي الكاليتي، هاي المود جرافيك. ها ديرو تي سلاش اف بي اس يا جماعة باش يطلع لكم الاف بي اس مليح، هوني مشعل الريكورد يا جماعة. شوفوا ها ديرو تي سلاش حابين ثاني ندير لكم تاع السلاحات اللي يبدل صوت تاع السلاحات. وهذا يا جماعه المود يبدل صوت تاع السلاحات، اذا حابين نديروه لكم ثاني ما كاش مشكل، قلنا في لي كومونتير واش ندير لكم وما كاش مشكل. جماعه ها من هذا الباب ما فهمتش ليه ما عنديش ماركري، ما نحيتوش بصح اوكي. هو الباب هذا ما كانش يا جماعه، شوف بقالة واحدة أخرى. السجر لهنا تاع الملكية كل من حيهم يا جماعة، السجر تاع الملكية من حيهم. جيت نحي البوطوات بصح يا جماعة والله درحت تولي ما تخبطش كاع في البوطوات بصح. ها يا جماعة هاي بقالة كلش مريقل. وجماعة شوفوا ثاني عندي ثاني واحد المود يبدل الصوات تاع الطوموبيلات. شوفوا يا جماعة الصوت تاع الاراسيس هو الاصل تاعو مش هاك الصوت صح، مبدل هذا المود يبدل، مش هذا اللي مركبه. ثم عندي مود واحد اخر راني مركب بزاف مودات، مركب فوق الخمس، مركب فوق الخمس مودات وكل جماعة نبدل مركب مودة تاع سلاحات ومودة تاع طوموبيلات ومن هنا من هنا. شوفوا هذا الصوت، شوفوا الصوت تاع الاراسات واصلي مش هك، بصح شوفوا كيش يولي. شفتوا الصوت كيفاش تبدل الصوت تاع الاراسات، الصوت تاع الاراسات تبدل كاع ما بقاش كيما كان الصوت، صوت تاع الاراسات تبدل. ثاني حاجة واحدة اخرى جماعة شوفوا الصوت تاع تدريفتي ولا اسمع هذا المود ثاني. اذا عدتوا حابين ندير لكم عليه فيديو ندير لكم ما كاش مشكلة اسمع. اذا حابين ندير لكم المود هذا تاع الدريفت يا جماعه تركبو كي تولي كي تفريني ولا تزريط دير زز ما بيش. حابين ثاني دير المود ندير لكم عليه، ندير لكم عليه جماعه ما تنقوش الاف بي اس هكذا برك طيشو جماعه. راني فاتح الريكورد كنطفي الريكورد الاف بي اس فوق 150 شعل الريكورد. يا جماعه واش نقول لكم، اذا عجبكم هذا الفيديو يا جماعه ما تنساوش ما تبخلوناش علينا خاوتي باللايك والاشتراك يا جماعه، تخسروا الاشتراك يا جماعه لايك واشتراك اخوتي وماكم خاسرين والو. واذا حابين يكملوا في الاير بي تما ندير لكم سيناريوهات ومنا يا جماعه. واذا حابين يكملوا لكم في المحتوى تاع لي باك جرافيك اكتبوا لنا في لي كومونتير، مع لي كومونتير كون نرد عليهم وتهلاو في رواحكم.